السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة وصفات جميلة أم إلهام. اليوم فيديو جديد إن شاء الله بإذن الله، وصفة جديدة. الوصفة اليوم اللي غنقدم لكم إن شاء الله ونشاركها معكم هي كشار منزلي بدون مواد حافظة إن شاء الله بإذن الله. هنا الإعجاب ديالكم. عندي هنايا بربة واحدة كبيرة مقطعة مربعات، عندي معلقه كبيره ديال الكمون، معلقه كبيره ديال الفلفله الحمراء، معلقه كبيره ديال الملحه، معلقه كبيره ديال الكمون حبوب مطحون، 4 الفصوص ديال الثومه، عندي معلقه صغيره ديال البزار، عندي كاس ونص تاع زيت بلديه. اللي بغى يدير زيت المائده العاديه يقدر يديرها، ولكن من الاحسن زيت بلديه. عندي 3 ديال الفرماج مثلثين، عندي هنا 4 البيضات، عندي 2 زلافات ديال الرز، عندي زلافه ديال السميده الرقيقه. ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم ونبشروا ان شاء الله في تحضير الوصفه. الله باذن الله غنبدروا في تحضير الوصفه ان شاء الله. دابا غادي ناخذ البربه اللي عندي، غنديرها في كاس ديال مايونيز، غادي نخبي عليها كاس ونص تاع الزيت بلديه كما كتشوفوا. كاسونس تاع زيت بلديه، وغادي نزيد عليها الرز، 2 زلافات ديال الرز. عندي هنا 4 ديال الرز، غادي نخلطهم مزيان في المولينيكس ان شاء الله باذن الله مزيان يتجانسوا العناصر مع هاد الباربه ومع هاد الزيت. ان شاء الله باذن الله غادي نطحنهم مزيان ونطلقهم. من بعد البنات ما طحنا ان شاء الله الخليط ديالنا كما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل، هذا الرز والباربه كيجي على هذا الشكل، كيجي عاقد كما كتشوفوا. الان غادي نديروا البيض الدراب الكهربائي ديالنا، 4 البيضات. بالنسبه للحار البنات اللي بغى الحار يديروا الهريسه يقدر يزيدها، اولا الحار اللي مصاوب الهريسه اللي مصاوبه في الدار. انا بالنسبه ليا كنكتفي بمعلقه صغيره ديال البزار صافي، والحار ما كناكلوش بزاف. غادي نديرو معلقه كبيره ديال الكمون، معلقه كبيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال البزار، معلقه كبيره ديال الملحه، 4 الفصوص ديال الثوم، معلقه كبيره ديال الكمون حبوب مطحون، وثلاثه الفرماجات مثلثين، وزلافه ديال السميده الرقيقه. الان غادي نمشي ونطحنوا هذا الخليط ونطلقوا. والان هنا البنات ملي خلطت انا الخليط ديالي مع الخليط اللي خلطنا في مولينيكس مع الخليط الاول ديال الباربا والرز، كنحصلوا على هذا الشكل. هذا الجمال كما كتشوفوا بحال الكيك، عاقد بحال الكيك، واللوين طبيعي ديال الكاشير والباربا بلا مواد حافظه. الان عندي هذا المول ديال التوست او الكيك، كنعمل فيه البابي باش ما يلصق لينا ان شاء الله، كندهنوا بشويه الزيت باش يلصق لينا البابي فيه، وكنخويو بهذا الشكل هذا غير بشويه كما كتشوفوا. كنخويو هكذا هكذا كما كتشوفوا، وكندخلوه للفران طيب ديالو تقريبا ساعه الا ربع شكل الكيك، ساعه
ساعه الا ربع تقريبا طياب ديالو. كنخليه ان شاء الله حتى يطيب مزيان. باش نتاكدوا انه طاب كناخذ واحد الكوردون كنخشيو فيه بحال شكل كيك، الا خرجناش فراه طاب كنخرجوه حتى كنخليه ان شاء الله حتى كيبرد ونطلقوه باذن الله. ومن بعد البنات ملي كطيب الكشار ديالنا كيجي على هذا الشكل، هذا كيجي رائع. خصكم تعطوه الحق ديالو في الطياب ديالو. تقريبا انا الطياب ديالو بالضبط ساعه الا ربع تقريبا بحال شكل الكيك، وكما قلت لكم كيجي رائع وبنين واقتصادي. كنتمنى يعجبكم البنات كما كتشوفوها وقعت لكم باش تشوفوا كيجا انتما كتشوفوا غزال وزوين. ديروا ليه بابي وتدخلوا الثلاجه 24 ساعه بحال الغد ليه اللي تستاهلكم ان شاء الله باذن الله. انا قطعت لكم هنا واخا باقي دافي شويه، مع ذلك خليته يبرد باش يتقطع ليا. ايوا البنات كنتمنى ينال اعجابكم. ما تنساوش لايك ابوني والضغط على الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد تحت في القناه باذن الله وحفظه. والى الملتقى ان شاء الله، وتهلاو في رزقكم.